يطلع الساتر يصفو حشو ينزل. تيريك بآخر مطار الشاش في كسر شفته. وين هو؟ ايه عندكم بالسكة هنيك ثالث خطوة عندكم. أمي ثالث نقطة. ما هيك في هنيك عند الكياس هنيك لقيت واحد حاضر في كسر. وين هذيك النقطة؟ ما هي أسر أخواتنا يجيبوا؟ راح يجيبوا ركض بابا. والله أنا وأنت أخوان. وهن أخواتنا يعني. رد عليه؟ نعم. عند الغبرة هنيك عسكري. الحمد لله على ما الله أكرمنا اليوم بالاقتحام، أخذنا شيء 4 نقاط 5 نقاط للجيش، فطايس كتير له الحمد لله، وحاول إنه يرد اقتحام ما حسن الحمد لله، فطايس له كتيرة فضل من رب العالمين، وشوفت عينك يعني اللي صورته، وبلشين هيك بالهاوين ومن بعيد وطيرانه، هذا اللي مفكرين حالهم قوايا. الحمد لله احنا معنا الله، الله هو الشيء. جيد جيد جيد. شوفت عينك بتحب الرمام يضل يسحبوها، وفيهم عطبوا لهم كمان اليات جوا، عطبوا لهم سياره وعطبوا لهم. الحمد لله وماشي الحال. تفضل الله الحمد لله. اللي عم يحاولوا يقتحموا في منهم ميليشيات اجنبيه؟ على الاغلب في منهم الروس. يعني عم يقولوا لنا جهزوا حالكم جايين الروس يقطعوا روس. بقى الحمد لله شفت عينك اليوم مين عم يقطع الروس الثاني. عم ارجين للروس نحن مين؟ نحن هاي ارض الشام وارض الغوطة الحمد لله اللي الله مبارك فيها. ان شاء الله صامدون. تفضل جدا. نحن هون رابطين بالهلاليين. نحن اسم فيلق الرحمن. اتفقنا نحن والاخوة بجيش الاسلام انه نساوي غزوة على الروافض المرتدين، نريح جبهة نولي. ان شاء الله في عمل اسع اكبر من هيك، ومنوعد الاخوة كلهم انه نحنا جايلون بدنا نقتحم على الكلاب، بدنا نفوت عليهم باذن الله. الحمد لله فتنا وضربنا كم نقطة الون، قلنا لكم نحنا غزوة يعني عبارة عن ضرب نقاط. الحمد لله الله وفقنا، ضربنا نقاط، في عمل لسه ان شاء الله، بدنا الدعاء بس منكم.